non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Extra بنان هذا مكان. اهلا بكم ومرحبا بكم في سفاري. حصتنا اليوم رانا في تونس، يعني كما عودناكم على سيرين راكم تعرفوها كامل وتعودتوا عليها. سيرين جيب لنا اطباق خفيفه ظريفه وغابيد. مرحبا بك سيرين، واش راكي لاباس؟ الحمد لله عايشه. الحمد لله. واش جبتي لنا اليوم؟ جبت لكم طبق كما معتاده نجيب لكم التونس الاطباق الزمنيه كما نقولوا، ويحضروا في رمش تعيين. يلا باهي ان شاء الله اليوم باش نحضروا النواصر. نواصر نواصر تونسيه بالدجاج، وللدسير ان شاء الله باش نحضروا الزريقه. يلا خديها نبداو. باهي نبداو نستحقوا النواصر التونسيه، نستحقوا الدجاج، البصل، طماطم، هريسه، الحمص، الرند، الخضره، بطاطا السفناريه، والفلفل. نستحقوا ثوم ولا زبيس. اوكي وين راح نطيبيهم؟ نطيبهم على مدلي انت الزيت. تستعملي هذه؟ يلا والكسكس والمقفول. داك وهذا ما يدوم الفايده، ما تحتاجيهمش دوكا هذو. لا هذا ما عليه. فوالا باهي. نستحقوا نقليو الدجاج. تقلي الدجاج مع البصله. اوكي نقلي الدجاج. انا خذيت الكويس. بعد يقعد اختيار، يعني كل واحد واش يحب، كل واحد يحب لو بلونك اللي يحب لاكويس. نحطوا البصل. انا خذيت بصله متوسطه مقطعه، وكيما عودتهم انا الاطباق نتاعي نحب البصل نقطع يا بتيدي يا رقيق برشا، ما نحبش نرحيه. احسن انا ثاني نحبوها هكذا، باسكو ميم في الذوق تاع لاصوص يجي ديفيرون، يكون مرحي يطلق هذاك الماء ما تجيش بنينه. نحطوا 3 معارف كبار طماطم. بسم الله. نحطوا الهريسه اللي في اطباق الكل فما الهريسه الحار. تبقوا متعودين، يعني كيما احنا عندنا في الشرق، ايضا عندنا في الشرق نطيبوا بزاف بالهريسه. بالهريسه. اما الهريسه نتاعكم ماهيش حاره كيما نتاعنا، ماهيش حاره بزاف. سي كاين جمله. انا رحت لمنطقه بوسعاده ودقت الهريسه بالجيه نتاع تاع الدار، يعني لا لا مش نتاع الدار، نحكي لك نتاع تاع العلبه. بالك تاع العلبه ما تكونش حار، انا ما نعرفش للحار باسكو ما ناكلوش اصلا للحار، ولكن دقت في بوسعاده، في مدينه بوسعاده، ودايق نحيي جميع ناس بوسعاده. دقت الهريسه البلديه تاعهم بنينه، يعني حاره عندها الضوء. لا عندكم الهريسه علينا، اما نحكي لك على الباطا. الباطا ماهيش حاره بزاف. لان نحط الحمص. ما عنديش خبره في الهريسه باش نقول لك حاره ولا لا. ماكش حار جمله. ما ناكلش كامل الحار. مي قلنا حطينا الحمص. الحمص، بصل، طماطيش، طماطم، 3 مغارف طماطم، والهريسه ترجع كيف كيف للساده المشاهدين. ولنا نحط انا نقدر نحضر هذا الطبق بدون هريسه. بدون هريسه. خلاص. تقدر. تعطيني الرند. ثلاثة أوراق رند. ثلاثة؟ ثلاثة أوراق رند. خليهم يتقلوا. نرميهم لك؟ إي أرميهم باش يتقلوا. دونك سيرين راهي تقلي في الدجاج تاعها مع الطماطيش كيما شفتوا، والهريسه والحمص، زادت لهم الرند، هذاك الرند راح يعطيهم ذوق.
الذوق ذوق هايل للنواصر ابار النواصر ما نحطش نحطو في المكرونه وهذو النواصر يعني لاباط تاعهم مخدومه باليد اي خدمتها باليد هذه الباط هذه الباط هذه بالفرينه بالفرينه ورقيقه شوف رقيقه 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 نشيحوها نشيحو الورقه نخدموها نفتحوها نحنا عندنا حليل سبيسيال للرشته ونخليوها تنشف شويه مش برشا ومن بعديك نروليوها نرجوها هكا كل البوده بوده ونقطعوها بتيدي داكور فما شكون يحب غوندي اوكي وفما تيدي انا نحبها هكا اي باينه رقيقه صح باينه رقيقه باهي طريقه بعد ما تقليت نقليوها شويه بلاش لي زيبيس خليو الطماطم تنحى شويه القروصيه نتاعها وطريقه نحطو لي زيبيس نحطو وهذا الطبق من اي ناحيه تونس من هي انا نحكي لك على الولايه نتاعي بنزرت بحكم اللي العادات والتقاليد اكثر ايه معناتها فهمت تبدل تغير تتبدل من ايه وكل كل كيما احنا ايضا نوصي كل ولايه والعادات والتقاليد نتاعها ايه صح ايه الله يبارك 24 ولايه كل ولايه والعادات والتقاليد نتاعها حكم اللي انا بنزرت نجيب لكم من بنزرت ومن بعدي كندورو بالولايه بالولايه يلا قلنا حطيت مغرف كبيره راس حانوت تعطيني الملح الملح ملح مغرفه وشويه ملح هذايا ما يملحش بزاف كل انسان والملح نتاعو نحطو مغرفه صغيره كركم مغرفه صغيره فلفل احمر حلو حلو ولا حار كيما تحب وفلفل اكحل وفلفل اكحل وهذو ما بعد ما يتقليو ديجا تقليو لنا نجيبو الماء سخون ونمرقوها ومن بعد الماء سخون نمرقوها نغموها بالماء داكو تغميها كامل بالماء يعني نغموها بسم الله باش يطيب لنا الدجاج والحمص الحمص هذايا باهي ما في ساعة ما يطيب وكاينين نس... كل انسان يعرف الحمص اللي يستعمله كاين يحط نص طيب يكمل يطيب مع الدجاج وكاين اللي يطيب مع الدجاج يلا خلاص هذه خلوها تطيب هذه كنخليوها تطيب وتويكا ندو نجيو لل نجيو للرشته نتاعنا تعطيني بول هاتك بول هكذا ابيض هادي ما تغطيش عليها تبقى هكذا هذيك نحط عليها الكسكاس اوكي كسكاس ديريكت هكذا اي ديريكت هادو ما تستعملش خلاص نحيهم هذه خذيت 500 شويه لسباس اي عايشك هذه خذيت 500 غرام نواصر هذه تقطع ولا ما تقطعش حنا نقولوا لها زعما شغل كاين دي فوا كي نديروا طعام شتي يزكى يولي بزياده اي تسكى هذه تسكى اوكي كي مرطل هذه نتاع اربع اشخاص اه داكور تاع اربع اشخاص معناتها سبحان الله يبارك معمر يعني تقدري تزيدي اي تقدر تزيد باهي ناخذوا لهنا كتعطيني عايشك زيت تدهنيها ندهنها بالزيت ما نحطولهاش الماء ديجا هذه في ساعه ما تطيب ما فيهاش روح كيما نقولوا حطوا لها الزيت باش ما تتعجن الناش تعطيني فلفل اكحل فلفل اكحل شويه فلفل اكحل وتعطيني شويه كركم نحبها تجي صفرا شويه وانا على الرطل كيما قلت لكم حطيت ثلاثه مغارف كبار طماطم داكور وشويه كركم كاين اللي يحب يحط الكركم كاين اللي اختياري يقدر يخليها هكذا اي يقدر يحط فلفل اكحل وملح وزيت تعطيني شويه ملح عايشك مغرف اي مغرف يكفي خاطر حطينا ديجا في حطينا في لاصوص وي لاصوص الملح احيد لك معليش حط فوالا صحيتك كي قريب يدخلوا طياب يدخلوا طياب شنو نحطوا نحطوا الخضره السفناريه والبطاطا نسرو ديال البطاطا والحار هذاك
والحار هذا من بعديك نقليوه ونشبحوا به نزينوا به تاع التزيين دونك هذا ينقلو يدار للتزيين اوكي خلاص انا عم بالي حتقطعيه وترميه في لاصوص اي وكي نجي الفلفل باش نقليه باش يجي بنين نفتحوه نحطوا له شويه ملح وشويه راس الحانوت داك باش يجي بنين باش يعطي بنه كيما قلنا تغلي تخلع الطيب نرميو الخضره باش تطيب ومن بعديك نحطوا النواصر تتفور يلا دوك نديروهم دوك النواصر خليها خلوها باقلها ومن بعديك باقلها كيما قلت لهم الخضره خضره ومن بعد النواصر باسكو هادو ما يشدوش طيب بزاف يفوروا بالخف بالخف دوك حنايا نديروهم على جهه ونجوزوا للتحليه للتحليه ومن بعد قولي لي كل ما تحبين نرميوهم اوكي ان شاء الله نحطهم من على جهه باهي تويكا قلنا الدسير زريقة زريقة تونسية هذه تحلية نعملوها في رمضان انتم تعملوها في شهر نعملوها رمضان نعملوها في شهر رمضان احنا تاني عندنا اطباق نعملوهم يعني خصوصيا لرمضان اي خصوصيا اي وعندهم خاصه في السهريه السهريه انسان يلا. بعد شقان الفطر يقعد مع قهيوه بعد تحليه فهمت باهي نستحقوا للروسيت الزريقة استحقوا جلجلان جلجلان هذا حمصتو مرح وريحتو واللي فخويسك لهنايك اخترت البندق النوازيت واللوز واي كيف كيف كما قلت لك اللي فخويسك كما انت تحب داكو. فهمت مي المفيد يكون عندنا جلجلان ضروري الجلجلان ضروري شكرا قلنا جلجلان هنا شحال عندك 200 غرام هكذاك 200 غرام لا 150 غرام 150 غرام جلجلان عبر عبر يعني ايه يكون كيف كيف ايه كيف كيف 150 باهي نستحق سكر غلاس نستحق زوج مغارف وطبيقة مزهر المزهر لازمنا بشويه بشويه باش نردوها بات لازمنا بشويه بشويه نحطوا المزهر داكو حتوليك شغل عجينه تصطو عجينه عجينه بسم الله خاطر في ملك اللي المزهر يخطرنا يدوب تفاصيل الشوكولاس دوك يدوب معنا يدوب سي اون غوسيت فاسيل هي تبان سهله سهله خفيفه يعني واحد يقدر يديرها في دقيقه يعني نشوف ما كاش ثاني بزاف لي زانغريديون ما فيهاش بزاف ما فيهاش المقادير ما كاش بزاف من نسحق ديول تعطينا ديول عايشه ايه تستحي لي ديول نشوف نجيب هاكا سيزور غالي هنا او هنا ومن بعديك لازم تجينا بات شفتها داكوغ تنطم بات احنا عندنا واحد القاطو سموه البنيون شغل هكذا بصح بالشوكولا والبيسكوت ثاني نطموه هكذاك يعني بريسك نفس الطريقه في نلموه تحقيهم ورق هكذا كبار باش نقصهم تقصيهم على زوج نوجدهم لك انا هكذا نحطهم لك وانت قطعيهم اي نعم وتويكا باش نخدموا الكريم تاعنا يعني نخليو هذه يا لافارس تشرب شويه خليوها على جهه ولنا لافارس نستحقوه صوص اصفر اصفر بيض اصفر بيض بسم الله مشبين شبين الديول نحبهم الديول كي يكونوا خفاف ما يكونوش خشان اي نعم اصلا الروسيت هذه لازمنا نخدموها بالديول يكونوا رقاق ماشي خشان رقاق وما يشربوش الزيت اه بيان دوك هادو اللي فتحت لك هنايا كلكوزون شوفي لحتاجيتي زيدي فتحي صحيت دونك
البلون دو ما تحقيهش خلاص نحيه خلاص. على اي على جوز مغارب جوز اصفر بيض نحطو جوز مغارف مايزينا ومعاهم نص لتر حليب. دونك تحلي هذاك الخليط في الحليب. نشعل لك النار؟ اي نعم. تسعقي نار هاديه يعني؟ نار هاديه. الروسيت هذيا راهي ما تجيش فيها فرينة، تجي فيها مايزينا. داكوغ. ايه، تجي فيها نشا. ونحطو لها نص إتر حليب. نفتحوها بارد في بارد، ونحطو لها سكر فاني باش تفوح لنا. هادي تقعد فوق النار ولازم تقعدوا تخلطوا باش ما تيبسلكمش. باش ما تيبسلناش. إن شاء الله. ومن بعديك المسحر تويكا باش نمد شويه فرينه. الفرينه واش حديري بها؟ فرينه باش نعمل بها الكول. داكوغ. فرينه اكسترا. دونك الفرينه حتسودي بها ل اي نعم باش ما يتفتحش الجيول باش ما يتفتحولكش. باش كي نقليوهم في الزيت يشدوا رواحهم. يشدوا رواحهم. نسيو نحلو هادو لي بتي غرومو هكذا نفتح فيهم شو بالعقل بالعقل باش ما ت الوغ يعني تكنيك رابيد باش ما يديرولكش لي غرومو فرغي شويه خدمي ومن بعد زيدي او فور يا مزور زيدي الحليب ما يديرولكش كامل ما يديرولكش كامل لي فو لي غرومو كي تكبي على زوج ضربات بيان سور زوج خطرات احسن هكذا فوالا هالي تفضلي ميرسي باش نعملو الكول نحطو الفرينة والماء فما ناس ما تحبش المقلي تدهنو بالزبدة ويديرو في الفوخ ويديرو في الفرن اختياري يعني كل واحد وكيفاش يحب بيان سور كيما البوراك اللي نديروه حنا في رمضان كاين اللي يحبوا مقلي وكاين اللي يحبوا في الكوشه هو صحي اكثر في الفول اما بنين اكثر في المقلي مقلي بنين بصح وقت شويه يفيت شويه لو غرا بزاف لا كريم دوكا وين تجي لا كريم هذيا باش نخدموها كي تيب ان نعملو كوش كريم وهذو ما كيفاش نفارسيوهم كيما لي سيجار باش نخليو حاجه ثلاثه ولا اربعه باش نزينو بيهم والباقي نفتوهم داكوغ دونك نعملو كوش كريم كوش كوش لي سيجار كوش بكوش وبعديك نزينوها داكوغ نزينوها بحلوه الترك داكوغ اوكي هذه نسميوها الزريقه نقسموها في ثلاثه سخن عيشك نجيبو شويه منا هكذا يكفيك يكفي نعطيك صحه نجيبوهم هذا وين فهمت لاغوسيت تاعهم بصح كي قلت لاغوسيت تاعنا البنين والكويرات عم بالي حديري كويرات ما فهمت دوكا بديت نفهم سي فاخس فاخس سي فاخس تري بيان الو هكا نزيدو نقصو باش يجيونا شابين مازال شوية هادي باش تطلع شفت كيفاش أنا جابلي ربي نبدا نرمي الخضرة اي ترمي لي الخضره نبدا نرمي الخضره باش من بعد نديروا الوغ ومن بعديك نغلقوها
بالفرينه باش ما تتحلش، باش ما تتحلناش في المقلة. سنين دي برك لوغون من عندك فوالا ما تحرقوش. نحطوا الخضرة، نرمي الخضرة، نرمي الخضرة فوالا، نزيدوا شويه من بعد نرميوا لي بات هذو. فكرني اسمهم. النواصر. النواصر، النواصر. الكريمة نتاعنا قريب الطيب، نكملوا لي سيغار نتاعنا نقليوهم ومن بعديك نقليوهم. دوك من بعد لي سيغار نقليوهم. نقليوهم اوكي. من بعد كي نقليو لي سيغار ونكملو نكملو تخدمي في ان بلاطو سي سا؟ نو في كيسين. داكور، كيسين زي دريساج. دونك ديري كوش كريم. داكور، هذا وين فهمت. دونك توي كنكملوا نحضروا لي سيغار نتاعنا، نقليوهم ومن بعد كنرجعوا لهم في الدريساج. داكور، واش رايك؟ يلا مشاهدينا الكرام، نخلوا سيرين تكمل لي بوغاك تاعها، فانا سميتهم لي بوغاك لي سيغار تاعولها، تكمل لافارس باق لها. انا نعس في لاكريم هذه حتى تطلع، ديجا بدات تطلع كما راكم تشوفوا. ومن بعد نرموا النواصر، النواصر نرموا النواصر يتفوروا. قالت لكم ما يتفوروش بزاف، ما يتفوروش يعني ما يحتاجوش وقت، ما يحتاجوش وقت بزاف. ومن بعد كان تفويره الاولانيه نهبطوها، من بعد كان تفويره الثانيه نسقيوها جوست بشويه مرقه ونعاودو نفوروها. داكو، وطيب لنا وطيب وخلاص. من بعد نشوفوها في الدريساج. في الدريساج ان شاء الله. اوكي سيرين، دونك مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام عاودنا رجعنا بعد الفاصل. كما شفتوا اليوم كنا في طبخ تونسي، كما شفتوا معنا سيرين حضرت لكم زوج اطباق، يعني دارت تحليه ودارت الطبق اللي يسموه النواصر. النواصر، النواصر ويشبه شويه يعني التريده تاع شويه يعني بريسك باغي فوالا بريسك. ولا ديسير راكم شفتوا لي دارت التحليه سهله بالبزاف، دي سيغار قلاتهم، هذوك اللي قلاتهم حطت فرشه من تحت مقليين، دارت لا كريم فرشه تاع لي سيغار وعاودت لا كريم. بيان سور دارت ان سيغار، فا دارت بدلتي ال بدلت لي سيغار فتتهم، فتتيهم وعملت تريونغ مثلث درتو بوغ لا ديكوغاسيون. يعطيك الصحة سيرين، وان شاء الله نعاودو نشوفو في حصة أخرى. إن شاء الله انا ندخل ونقول لك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام تبقاو على خير، وان شاء الله الوصفات نالت إعجابكم. Amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a toncino d'amore. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento a toncino d'amore. Extra, Gnen, è de mecanica.